خالتي عشان تسوي شعرها وسوت لي اياه جزاها الله خير. ちょっとだけかじって終わったんだ。Maybe more, I don't know. And I think more. More, I feel like I'm carrying Noah. Omoi ne. Mecha omoi, honto ni. Bikkuri. Bikkuri. Shul ma gul hadi akhtar, yani qat'a ahibunha bil kimono, ahibun qat'atanha ziyada. It's like, yani, such kimono, kibar an qat'a faniya. Yani, it's like a piece of art. Mono is a piece of art. すごい。خلصنا. حتى مستنسة. أول مرة في حياتي بس كيمونو. عجبك. سوغوينا. هونتوني art. Art. أن art art みたいでも. Art. So خلصنا الحين. ما أدري إذا من ورا يبين. أعتقد أن بالتصوير من الساعة بين أبوين المنظرة إيكاهي. هذا شكل الكيمونو. What is it called this one? فريسودي. فريسودي. So هو الفريسودي مشهور حق المتزوجات. سوري حق المو متزوجات أنا أسفة حق المو متزوجات. ولكن كوني أنا يعني ستيل لحين صغيرة أقدر بس عادي يعني ما في restrictions وايد. بالذات إني إذا كبرت زيادة احتمال ما يكون عندي chance كلش إني أنا ألبس هذا لأن هو طبعًا الفرق عن الكيمونو العادي إنه في هذا الذراع الطويلة. طبعا في انواع وايد ثانية بس هذا واحد منهم ويعتبر وايد صعب ومستحيل احد يلبسه بروحهم. يعني حتى مساع اللي قاعد تسوي لي هم ثنتين اللي قاعد يسوي لي مختصين في تلبيس الكيمونو يقولون هم حق نفسهم ما يقدرون يلبسون نفسهم هذا الشيء لانه بسبب هذه الذراع الطويلة تصير مثل يعني تعيقهم في لبس الكيمونو. وايد طول عشان البسه بس ابوي وايد ثقيل وايد ثقيل وهم نفس الوقت اني احس شعور شيء حلو عرفت تجربه حلوه. الحين عشان بنروح العرس احنا الحين متجهين للعرس عرس اخريلي لبسنا وخلصنا الحمد لله يدوب بدانا نتجهز بسرعه بسرعه لان صدق كان ماكو وقت مع ان احنا قاعدين من الساعه 5:30 الفجر بس الحمد لله جهزنا والحين احنا بالطريق ونوح بعد معانا بس نوح لحد الحين ما بدل بنبدل ان شاء الله هناك نوحي السلام عليكم بتروح عرس اول عرس يحضره عرس عمه ليش ان احنا متاخرين فالحين بنبدل نوح انا طبعا ما اقدر امسكه لان لبسي وايد ثقيل الحين بنبدله بنلبسه هاكما هاكما هو اللبس الياباني التقليدي طبعا هذه خالتي هي اللي راح تبدل الحين هذه عمة نوح لابسين كيمونو I see from the back you're amazing mate مشي هذا الجوتي شوي صعب نلف نلف صح بسم الله
أمبيشن. يعني أتوقع بنتي مع يمكن ما أدري أنا لحد الحين ما أدري شو السالفة. المهم ما بنوني ويدته نايس تاتامي نايس. هذه الأرضية يسمونها تاتامي. يوكي لوك أميزينج ميتشاكيري هونتوني. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Seasons turn and change just like your mind. ごめんなさい. الحين بنروح ناكل كلنا مع بعض مع الأسرة. عاد يحللهم جاهزين لي أكل حلال أنا ويا زوجي. والحين دور الغداء بنتغدى مع الأهل. وهذا عيلي. شوفهم جاهزين كرسي حق نوح. يا طيب. يا حياتي والله. طبقي طبعا الاكل مجهزينه حقنا انا ويا نوح ويا بنوش. اكل هاي اكل حلال ما في مشتقات يعني خنزير لحم خنزير او مشتقاته ولا مثلا كحول والسوالف هذه. فهذا الاكل مخصص لنا يصلح حق المسلمين يعني. واي بابا ديرو يجهز الحليب. طبعا انا ما اقدر ارضى نوح اليوم للاسف. قلبي معورني اني راح اعطيه فورمه بس حق اليوم لانه ما اقدر اعطيه حليبه لان انا رضع طبيعي. اسمع الكيمونو مستحيل مستحيل الا اذا مع الشفط وانا مو جايبه جهاز الشفط مالي. ف نسيت ما توقعت.